أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد أن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وعباد الرحمن
وعباد الرحمن صدق الله العظيم. وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين غرامة
صدق الله العظيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا صدق الله العظيم صدق الله العظيم إلا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا صدق الله العظيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم
ربهم لم يخروا عليك صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين صدق الله العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلام.
صدق الله العظيم. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية صدق الله العظيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما. صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق إنك على كل شيء قدير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة تلاح على مسامي حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ أحمد عبادة بدر القارئ بمصر والعالم الإسلامي وقارئ مسجد الشرطة بالأسكندرية والمقيم بقرية الغرباوي التابعة لمركز ومدينة الدلنجان محافظة البحيرة. إدارة الصوت والضوء إدارة المعلم جمال بكر وأولاده المقيمين بمركز ومدينة الدلنجان قرية المسيح. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.